الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة ب30 محضر. يا عم اختفي أنت، بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. طب من فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى تكيدي. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايدة. ومالك؟ أهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها؟ رواق رواق. لا مؤاخذة سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان، ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله أكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هو كلم الحاج يا تقوم ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القراط، هو في اغلى من الضنه. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج ما انت برضو بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض؟ ايه اعراض في ده؟ اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه. عالي 18 محضر. انت يا بلدين 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الحظابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الظابط بسيوني؟ ايوه الظابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا مغزى يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري؟ يا جماعه كده ما ينفعش، هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتن. يعني الشتيمه. طيب انت بتعمل ايه يا حظاظ؟ مهندس باشا. تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخلقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. بيتك قلت لك اديني البدله خليني امشي.
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب يا فندم. انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. اه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا.